تخطت قيمة مبيعات الجزء الخامس من لعبة الفيديو Grand Theft Auto، وهي اللعبة التي يعد تطويرها الأعلى كلفة، 800 مليون دولار في خلال اليوم الأول من طرحها في الأسواق. وأكدت المجموعة التي تملك علامة Rockstar Games التي طورت تحت شعارها Grand Theft Auto أن هذه المبيعات هي أعلى مبيعات تسجلها في تاريخها، وقدرت كلفة إنتاجها وفق وسائل الإعلام بأكثر من 270 مليون دولار، وهذا المبلغ يوازي كلفة إنتاج أفلام هوليوودية ضاربة. وقد بيع 114 مليون نسخة من هذه اللعبة منذ إطلاقها، وقد وصلت مبيعات الجزء الرابع من اللعبة إلى مستوى قياسي في تلك الفترة، بلغ 500 مليون دولار بعد أسبوع من طرحها في الأسواق في نيسان أبريل من العام 2008.